يمكن كده في السنة الأخيرة كان بيبقى فيه بعض كده يعني بعض كده الرؤية الواضحة. وطبعا أنا بشكرهم، وأنا عايزة أقول لكل سيدة وكل سيد أو كل رجل وكل امرأة، كل واحد بيتعرف عنه هو بيعمل إيه وما بيعملش إيه. احنا الحمد لله الدولة قوية، مصر عظيمة وقوية جدا جدا جدا، بدليل إن احنا وقت ما كانت الدولة كلها بتتحرق النهاردة عارفين عنهم كل حاجة، عارفين عن الناس كلها كل حاجة، عارفين كل واحد بيكلم ازاي، عارفين كل واحد بيشتغل ازاي. فهو الشغل اللي بيتحدث عن نفسه، والحمد لله ربنا ما بيضيعش أجر من أحسن عملا. يعني حلفت اليمين قبل كده مع الرئيس عدلي منصور وتشرفت بيه، لكن المرة دي الحقيقة أعتقد إحنا كلنا ما نراه في مصر اللي بيتعمل من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده حاجات أعتقد إن التاريخ هيكتب الكلام ده بحروف مش من ذهب، من بلاتين، من ألماز. يعني اللي بيتعمل ده دي ظاهرة غير موجودة. يعني إنك أنت تبقي بتحاربي حرب غير عادية، بتحاربي حرب ما أنتيش عارفة جايلك منين، من الداخل، من الخارج، من الجهات، من البلاد، وناجحة فيها 100%. النجاح اللي احنا فيه ده بدليل ان احنا لما بنبص حوالينا كلنا بنلاقي الدمار اللي بيحصل في البلاد. احنا الحمد لله في نفس الوقت بنعمل مشروعات قومية لا يمكن حد في العالم يقدر يعملها، وانا بتكلم كمهندسة. يعني انا لما اقول مشروع قناة السويس خلص في سنة، احنا اول ما سمعنا كده قلنا نتمنى، يعني انما سنة باليوم كانت القناة خلص، بعدها على طول التفريع. حاليا دلوقتي لما بتعملي اربع انفاق، النفق 3 متر و4، النفق لسكة حديد ونفق لكذا، ايه الجمال ده؟ هل انت كنت تتوقعي ان اللي بيعمل الانفاق دي ايدي مصرية خالصة؟ مش ممكن. الطرق اللي بتتعمل، الزراعة، اقول ايه تاني، الشباب اللي بتعمل لهم مؤتمر كل يوم والتاني، يعني بتحسي انها نظرة شاملة للمستقبل. المدينة الجديدة كل ساعة يقولك طب يعملها دلوقتي ليه؟ احنا مش الطرق والكباري والانفاق والمدينة الادارية الجديدة. انت حضرتك بتروحي القاهرة، بتروحي من اسكندرية للقاهرة بالطريق الجديد في ساعة ونص عشان الطريق اتوضب واتعمل وبقى سهل. بتخشي من 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 يعني وحدة الرسوم عشان توصلي اي حتة بتقعدي ساعتين. طب ازاي ما بتفكرش ان ده هيحل الازمة؟ وان ما عملناهاش النهاردة خلاص يعني هنموت كلنا على بعض. فالمساكن اللي بتتعمل، فكل الحاجات دي حاجات جميلة بتتعمل في مصر. يعني